احنا منظمة مكاني في مخيم الزعتري. هاي اللياقة البدنية يلي بيلعبوا فيه البنات. مثل ما عرفنا انه هذا هلا هون احنا بقاعة اللايف سكيلز مهارات حياتية 1 2 3 جو، وفي عندنا غرفتين للتعليم بالجناح الثاني، واحدة بنعطي فيها عربي والثانية بنعطي فيها رياضيات. هسا احنا هون بقاعة الحاسوب، بقاعة اي تي، منها من خلالها بنتعلم فيها صناعة الافلامات، فيها برامج للامهات. هذا مثل ما عرفتوا هذا موقعنا متعدد المواهب، متعدد الصفات، واحنا بنحب كثير موقعنا لانه بتميز عن كل المواقع. فيه طابة، كرة قدم، فيه تنس، فيه اي شيء بدنا اياه، فيه من خلال برامج نتعلم فيها بناخذ منها شهادات بتفيدنا بحياتنا اليومية وبتفيدنا بحياتنا للمجتمع.